دونك كاين زعما في امريكا ولا الحيوان المسؤول الكبير في انتقال هذا المرض هو الخفافيش شوف سوري دونك فوالا مي وشنو في البلدان الافريقيه الحيوان المسؤول هو الكلب دونك سي بور سا ساشون كو ما يقيش غير الكلب كاين حيوانات واحد اخرى اللي هما ثدييات لي ماميفير كيما الابقار كيما الماعز كيما القطط هادو كامل الثعلب هادو كامل الحيوانات اللي يقدروا ينقلوا لنا المرض داء الكلب هو مرض فيروسي ينتقل من الحيوان للانسان نلقاو هذا لو فيروس نلقاوه في اللعاب دوك نقولوا علاش نلقاوه في اللعاب ديجا كي ينتقل كاش ينتقل الانسان عن طريق عضات اللي ينتقل من اللعاب ولا لو ليشاج معناتها كي يلحس حيوان الانسان فوالا ولا ثاني لي غريفور معناتها كي يخبشنا دونك علاش عنده علاقه باللعاب لخاطرش عندنا هذا الفيروس كي يدخل الجسم تاعنا يروح يروح عبر لينير اللي عندها لو سيستيم نيرفو يروح لو سيرفو ومن بعد كي يروح لو سيرفو يسبب مشاكل يخرب الجهاز يخرب العصبي يخرب سورتو لي غلاند المسؤوله الخلايا المسؤوله على اللعاب دونك على بها الانسان ولا الحيوان يولي عنده بزاف اللعاب عنده بزاف الافرازات هذا هو السبب الاول وعندنا يسبب اعراض واحد اخرى كيما نقولوا يولي ديجا في الديبي كامل تبدا باغ لا فيفر الحمى صداع في الراس في هذيك المنطقه يولي تنمل المنطقه اللي دخل فيها الجرح تولي تنمل بزاف افيك لو طون تروح الباراليزي زعما اذا كان يدنا ولا دونك افيك لو طون تولي باراليزي تاع هذاك لو مومبر اي افيك لو طون كي يروح كيما قلنا لو سيستيم نيرفو يولي حيوان ولا حتى الانسان هما نفس الاعراض يولي اجيتي يولي عطش يخاف من الماء يخاف من الماء السبب تاع العلاقه مع الماء العلاقه تاع يولي يخاف من الماء ولا حتى في التنفس لايروفاجي وليدروفوبي هادو ماليسين المعروفين بزاف في لاغاج هادو ماليسين علاش كيما قلنا يقيس الخلايا تاع النخاع الشوكي والراس كي يقيس الخلايا تاع النخاع الشوكي يولي عندنا دي سبازم معناتها دي كونتراكسيون مسكولير يولي لي مسكولير عضليه دونك يولي الحيوان عنده تشنجات عضليه يخاف دونك يولي ما يقدرش يبلع ما يقدرش حتى يتنفس سي بوغ سا لي افيك لو طون يسبب له اختناق هذا هو المشكل اللي يؤدي الى اختناق دونك يولي يخاف يتنفس يخاف يشرب الماء حاجه اللي هي تخلعو زعما جست قدامه ولا دونك سي بوغ سا لي ياتاكي باسكو يخاف ميم لا فيزون يولي ما يشوفش يولي يتخايل برك دونك هادو هما الاسباب اللي يؤدوا لهادو هما الاعراض وهما نفس الاعراض اللي نلقاوهم عند الحيوان نفس اللي نلقاوهم عند الانسان والعلاقه هما الاعراض ما بين لاتاك تاع الانيمال وباش يبانوا الاعراض هي من 10 ايام حتى 6 شهور من بعد باش يبانوا الاعراض تقدر تطول حتى 6 شهور تقدر تطول العلاقه علاش هذه المده عندها علاقه مع المكان اللي يكون فيه هذاك العضه ولا الجرحه هذيك كل ما تكون المكان قريب للراس كل ما يكون الاعراض يبانوا عن بكري هذه العلاقه الاولى تاع الاعراض وقتاش يبانوا والحاجه الثانيه ثاني لا شارج فيرال كل ما يكون لو فيروس كان كثر معناتها كاين بزاف هذاك الفيروس دخل كثر كل ما يكون الاعراض يبانوا على البكري كثر وثاني عندها علاقه على الجرح كل ما كان الجرح كبير كل ما يبانوا لي سيمتوم على البكري كيفاش نتصرفوا في حال صادفنا كلب اكرمكم الله ولا حيوان ولا حتى انسان مصاب بالكلب الحاجه الاولى اللي نديروها عندما نتعرضوا لهجوم كلاب ولا كو سوا يكون فاكسيني ولا نو فاكسيني سورتو باسكو حنا هاد الكلب ماناش نعرفوه ماناش نعرفو اذا صح فاكسيني ماشي فاكسيني مام يكون عنده موله قادر يكون ماشي دار له لو فاكسان الحاجه الاولى بعد ما نتعرضوا للعض تاع الكلب ولا حيوان اخر قبل ما يعضني كان نشوف فيه الاعراض هادو اللي قلت فيهم الاعراض كيفاش نتعامل معاه
بعد عليه. واذا حبيت نسلكو كيفاش نقدر نسلكو؟ تسلكو تروح لي سيرفيس فيتيرينير لوتوريتي سبيسيال تو ديكلار فوالا ني شفت ان شيان ولا ان انيمال اني شفت فيه اعراض تاع لاغاج. هما يتصرفوا هما يتنقلوا يجوا يديوه. دونك نحكي واش يديروا كي يكون تصرفي مع انت كبطاريه صادفتي في حياتك المهنيه؟ اه لقيت ديجا وي سوسبي دو راج باسكو حنايا سي توجور سي اون بو با دير ديريكتومون لاغاج حتى بعد ما نحطوه ميزون كارونتين نديرو دي زاناليز. مي كي نكونو نشكو الحاجه الاولى نديروها سي اون ديكلار لي فيتيرينار تاع ليتا هما اللي تصرفوا. حنا اون في لو بي في بلي اون ا تروفي ان انيمال لي راهو عنده سكينه فيه عنده لاغاج تاع ليتا. لازم ليتا تاع ليتا وي ايتاتيك. ايتاتيك فوالا هما كي يديوه لعندهم يخليوه اون ميزون كارونتين. واش السبب التفرقه وعلاش من اختصاص فقط الاطباء الموظفين في الدوله تابعين للدوله؟ باسكو لازم لو فيتيرينير احصائيات عندها علاقه بالاحصائيات باش يونغوجيستريو عندهم باللي كاين ان كا بيان سور كيما قلت لك يغارديوه اون ميزون كارونتين. المده اللي لازم يقعد فيها هذا اللي عض الحيوان اللي عض ربما لانه يعرض الصحه العموميه لخطر. يعرض الصحه العموميه لخطر بنسبه كبيره. يو ريسامون راهم لقاو ان كا في باتنا. دونك كيما قلت لك الحيوان اللي عاد واش يديروا له؟ يديوه دون ان اندوا يخليوه لمده 14 يوم معزول. معزول ما يكونش عنده اون كونتاكت معاهم ميم سي نخليو له الماكله ايتو ما نقربوش بزاف ليه. يعني يكون توجور ديستونس ما بيناتنا. يخليوه لمده 14 يوم. اذا في هذيك المده مات معناتها اللي وي سمحوا حتى يموت. لا لا يدير له والو ما تعطولوش الدواء ولا حاجه مع الماكله. سوى الحشمه اللي ما فيهش علاج. لا معناتها يخلي يعاودوا له لو فاكسان. يعاودوا له لو فاكسان المد هذا اللي عضى. اذا اللي عضوا الحيوان اللي عضوا اللي عضوا اذا كان فاكسيني يخليوه المده اون ميزون كارونتين لمده شهرين. داكوغ شهرين يديروا لي زاناليز اشاك فوا ويشوفوا اذا كان في هذيك المده. باسكو كيما قلنا لي سيمبتوم اون فوا يبانوا لي سيمبتوم حاجه واحده اخرى مازال ما قلناهاش. اون فوا بنا شفنا كامل لي سيمبتوم تاع لاغاج دونك سا فيدير كو ما قعدوش بزاف يموت باسكو هذا مرض اللي يقتل. وما عند الانسان موت حتمي. يعني موت حتمي. موت حتمي ما عند الانسان. سي بوغ سا وي سي بوغ سا كو عند الانسان لازم اون فوا كيما قبل ما كملناش قلنا اون فوا نتعرضوا للهجوم الحاجه الاولى نديروها نغسلوا هذاك الجرح افيك لو سافونيز بالماء والصابون تحت العين لمده 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هذه المده لازم نحترموها. ومن بعد واش نديروا؟ نديروا الكول ولا اليود معناتها البيتادين نديروه للجرح تاعنا وديراكتومون نروحوا لوبيتال. علاش لازم نريسبكتيو المده؟ ما لازمش نفوتو 24 ساعه. لازم في هذوك لي زور كي سويف ابخي لا مورسور باسكو اذا فتناهم يفو سافوار اذا كان هذاك لو فيروس طلع للراس لو سيستيم نيرفو وبانوا الاعراض حتى علاج ما راح ينفع. سي بوغ سا علاش لازم نروحو باش يديرونا ان فاكسان كوراتيف ان تريتمون يديروه لنا لو فاكسان كوراتيف ماشي بريفونتيف يعني اللي فيه دواء. لا لا تاع لاغاج انتيرابيك. انتيرابيك ان فاكسان انتيرابيك الاخرى تاع الصديد وكل فوالا اكزاكتومون هذيك لا تيتانوس يديروا الانسان يفقد الوعي في هذيك اللحظه يقدر من الخلعه سي تي تافي نورمال من الخلعه من الشوك يقدر يفقد الوعي. مي وشنو ويقتاش يلحق وين يفقد الوعي؟ كيما قلنا كو لازم يديروا لو فاكسان ويديروا له دي زونتيكور دي زيمينوغلوبولين على حسب سا ديبون الجرح تاعو اذا كان غامق ولا لا لا ويكون سو كونترول. يلفو سافوار كو لي فاكسان كاين على حسب لو لابوغاتوار لو بروتوكول يتبدل على حسب واش يكون ديسبونيف في هذاك المستشفى. سي بوغ سا لازم يحترم لي رونديفو اذا قالوا له ولي غدوه يولي غدوه ولازم يعس روحو في هذيك لا بيريود باسكو قلنا اذا فاتوا وبانوا لي سيمبتوم سي بون. ويقدر يعدي واحد اخرين الانسان؟ يقدر يعدي واحد اخرين وي باسكو علاش قلنا الانسان لي ميم سيمبتوم سما يولي عاد يولي عاد ثاني وي وي باسكو لي سيمبتوم كونت لانستان قلنا لي ميم سيمبتوم كيما الحيوانات كيما الانسان دونك يولي عاد عن طريق اللعاب يقدر يعدي واحد اخرين.
صغار ولا وي هي التلقيح يديروه لي بيرسون لي اون كونتاكت مع لي زانيمو كيما الفلاحين لي فيتيرينار لي يخدموا في لاباتوار هادوما لي اون كونتاكت سون ا ريسك هما اللي يربيو القطط ولا اللي يربو دو بريفيرونس فوالا ولا تاع الجمعيات حمايه الحيوان هادو ثاني لازم يديروا دونك فوالا قلنا بارابور ثاني ما كملناش قلنا بارابور كيكون عندنا حيوان وعضوا حيوان واحد اخر اللي ما على بالناش اذا فاكسيني ولا لا لا قلنا اذا كان الحيوان تاعنا فاكسيني دونك نديوه للفيتيرينير يعاودلو اون اوتر دوز تاع الفاكسان ونخليوه سوز اوبسيرفاسيون لمده شهرين اذا كان الحيوان تاعنا ماشي داير لي فاكسان نخليوه الفو با ما لازمش نعاودو نديرو له لو فاكسان تمتم حتى نعسو باسكو اذا كان الى ديجا دي سيمبتوم وحنا درنا له لو فاكسان قادر يموت تمتم دونك لازم نخليوه نعسو اون سولاج لا دولور على حسب لي سيمبتوم اللي بانوا فيه ونخليوه لمده 6 شهور 6 شهور معزول اذا كان الحيوان حامل ياثر لما يصاب بالكلب بيان سور ينتقل يقدر ينتقل الانتقال هي شوف ما نقدرش نقولوا باسكو قلنا لاغاج ما نقدرش نقولوا ينتقل باسكو اون فوا لانيمال الى د لاغاج موميت هذا مرض موميت ما راحش يعيش اون فوا لاغاج كونفيرمي كو سوا الانسان ولا الحيوان ما راحش يقدر يعيش لا في الفتره هذيك تاع 6 شهور اللي قلتي عليها في الفتره تاع 6 شهور قادر تكون قادر يسبب اجهاض الحيوان معناتها الانثى كي تكون على حسب كل كور كيفاش الرياجي فاسا هادوما لو فيروس كل كور كومون الرياجي سا ديفون فوالا دونك بالنسبه لطرق الحمايه لازم كل واحد عنده حيوان لازم يدير له لو فاكسان سورتو يقول لك ان شيان ما يخرجش لبرا بصح راح تخرجوا معاك دونك يقدر حيوان واحد اخر يعضو القطط كيف لازم ثاني لي بيرسون اللي يكونوا اون كونتاكت مع لي زانيمو كو سوا لي فيتيرينار ولا لازم يكونوا دايرين لو فاكسان تاعهم اذا كنا انسان ما لازمش كيكون حيوان تاع برا ما لازمش يخليه يعضو ولا يخبشو دونك معليش مديت له ياكل ولا ما يفو فيغ اتونسيون ماشي تروح تقرب خلي مسافه امان خلي مسافه امان ما بيناتكم باسكو ما نساوش باللي كاين الرحمه والرفق بالحيوان مي ماشي ما تعرضش نفسك للخطر ما نعرضوش نفسنا للخطر فوالا هذه هي وكاين حاجه واحده اخرى ان كونساي للمربيين الكلاب خاصه كي يخرجوا لبرا كو سوا معليش الكلب تاعك فاكسيني لازم دير الكمامه الكلب تاعك باسكو قادر الكلب تاعك حاجه خلعات ولا شاف حاجه كي ني با نورمال يقدر ياتاكي الناس الدراري ولا ويلفو سافوار كو في لو مونت كامل بعد ابري يونيتي سانسيفيك قال لك الناس اللي معرضه بزاف لداء الكلب هما الاطفال نسبه كبيره لاخاطرش الاطفال يشوفوا معناتها كلاب صغار مع يماهم يروحوا يخلطوا فيهم صح. يرفدوهم يضربوهم دونك اوتوماتيكمون لا مامون من الغريزه تاعها دافع على ولادها دونك اوتوماتيكمون تاتاكيهم ونشوفوهم مام يضربوهم يخلطوا في الماكله تاعهم دونك ثاني لازم نوعيو ولادنا اون سي جامي يضربوهم ولا ما يضربوهمش ولا ثاني اتاكاهم ولا مام لعبوا معاهم عضوهم خبشوهم لازم يقولوا لي بارون تاعهم هكا باش يديروا الاجراءات اللازمه شكرا لك الهام ربما نختم هذه الفقره بعد التوصيات اليوم ارتفاع راهي في درجه الحراره مليح الاحسان للحيوان في مثل هذه الظروف كما قلت ايمان وسورتو في هذا ملي شفنا ملي بداو هاد ارتفاع درجه الحراره راهم يلحقونا بزاف لي كاف العيادات تاعنا اللي في هاد لاكانيكول معناتها يضربهم الشمس دونك من بين الاسباب ونشوفوهم بزاف عند الكلاب باسكو علاش مربيين الكلاب يخرجوا الكلاب تاعهم كي مع الصباح ولا في هذيك وقت ما بين الزوج 12 يخرجوهم على البرا دونك هذيك السخانات تسرحهم ومام يحرقوا لي باس تاعهم كو سوا قطوطه ولا كلاب في هذيك السخانه تالمون لو سول لي شو
دونك يحرقوا روحهم دونك ميم يجونا دي كا دو بغولور دونك ايفيتي باش نخرجوا لي زانيمو تاعنا ولا ميم العصافيره نخرجوا نخلوهم في الشمس برا في هذه لا بيريود ما بين 12 حتى ل 5 نقولوا من 5 الفوق يقدر يبرد الحال تقدروا تخرجوهم ولازم توجو نخليو الماء البارد ونجددوا الماء سورتو دوكا يسخانه النوافذ النوافذ هذه ولا ميم الحيوان صدقه صدقه هذه صدقه الرفق بالحيوانات ولا ميم الكلاب تاعنا ماشي نخليو له الماء من الصباح للعشيه وهو هذاك الماء وهو في الشمس نو لازم اشاك فم كيما حنايا سي كيف كيف كيما حنا ما نقدرش نشربوا من ماء سخون اللي يكون في الشمس ولا حتى المكان اللي بات فيه الكلب اكرمكم الله كاين بعض البيوت مربي الكلاب اللي بيتهم في البتيه هذيك تاع القصدير تضرب فيهم الشمس تضربها الشمس وارتفاع درجه الحراره فوالا اكزاكتومون وكامل الحيوانات ماشي غير الكلاب ماشي غير القطط ما العصافير الابقار المعي كامل الحيوانات دونك يفو ايفيتي لا سورس دو شالور في هذه الدكتوره ايلهام نورتينا يعطيكم الصحه ميرسي بوكو.